السلام عليكم الشباب، عفاكم كاين واحد لابارتي في لي بوندول في النواسات هادو في لي بوندول، واحد لابارتي في الخال تاع لي بوندول سميتها لا ريزونونس، سميتها الراني لا ريزونونس الراني في لي بوندول في النواسات الربعة. بحال خدينا مثلا النواس المرن الإلاستيك، هذا مثلا عندنا لي بوندول الإلاستيك المرن نواس المرين مثلا، كنا خدمنا كاع إلا لاحظتو كاع معايا ديك النواس اللي خدمناهم حنا بدون احتكاك صون فخوتمون، داكشي اللي خدمناه تيبقى هو هو، مي عندي واحد الحالة إلا كان عندي فيها افيك فخوتمون، إلا كان افيك فخوتمون بحال الشكل ديال اغ ال سي، وبين نردوها ال سي، يعني اغ ال سي كاينين كاين لا ريزيستونس المقاومة، ومالغري ليكزيستونس لا ريزيستونس راه موجودة ديك المقاومة بين نردوها على شكل تذبذبات جيبية. كنا درنا هذيك العملية تاع الصيانة التذبذبات لونتروتيان دي زوسيلاسيون، مشينا درنا ليكواسيون قلنا هذاك لو تيرم ريسبونسابل دامورتيسمون خاصو يكون نول، هذاك المقدار مسؤول على الخطوط كيساوي صفر، ولكن عندي نظام جيبي نظام دوري هنا بحال هاد العملية هادي بدينا نديرو نظام شيبي دوري، يعني عندي الخمود عندي الخمود عندي الاحتكاكات كاين لي فخوتمون. دابا كيفاش بغينا نربطو نظام دوري، يعني نربطو واحد بيريوديك واحد ريجيم بيريوديك، هنا كنسميو هاد العملية كنسميها لا ريزونونس الراني، تما في الأغ ال سي كنا كنسميها صيانة التذبذبات لونتروتيان دي زوسيلاسيون. حنا هنا في النواسات كاملة كنسميو الراني في حالة وجود الاحتكاكات، بمعنى إلا جبرينا هذا حتى بلوس إكس ماكس وطلقنا مع الشجرة تالمون إكس ماكس بلوس إكس ماكس، هاد العملية كنا درناها مكينينش لي فخوتمون. دابا كاين لي فخوتمون في الأخر هذا غادي يبقى غادي يجي بيتا حدا في اكس ايكالا زيرو، باش ندخلو حنا ونصحو على نديرو لاكوغيكسيون ديال هاد المشكل كندخل واحد المحرك، يعني الاخر لابارتي الاخر اللي جات معاك انا الفيديو هادا اما تشوف لي واحد 10 مينوت ميم با ولا 7 مينوت راه غير تفهم حيت هي سامبل ما فيها لا غولاسيون لا والو. يعني شفتيهم في النواسات في لي بوندول في لي بوندول دخلو ليك محرك، الا دخل واحد الموتور عارف بلي هذاك الموتور بيتسمى المثير، هذاك المثير بيتسمى ليكسيتاتور، يعني حنا فرونسي ليكسيتاتور شنو هو الدور ديالو؟ بحال اللي كيدير ليك صيانة التذبذبات، ولكن ما كنسمعوش صيانة التذبذبات كيدير ليها الراني لا ريزونونس، وتيولي كيدير لي هذاك النواس داك البوندول اللي خدام به اللي فيه الاحتكاك تيولي كيتسمى الرنان بالعربية، وبالفرونسي كنسميه لو ريزوناتور، لو ريزوناتور، يعني راه عقل على هاد السميات هادو اللي يقول لك شنو كيتسمى هذا الزنا، ياك وشنو كيتسمى شتي وليك وشنو كيتسمى داك البوندول داك النواس كيتسميه لو ريزوناتور تسميه المثير ليكسيتاتور، يعني في عمر يومي عندك بسودو بيريوديك يومي عندك بيريوديك، في عمر يومي عندك نظام دوري ماشي بدوري يومي عندك نظام دوري، هذا المحرك هذا هو اللي كيقتل لك هذوك لي فخوتمون، يعني في عوض هذوك الاحتكاك اللي جيتي عاود المحرك تيعاود كيجرب في عمر يجي حتى لهنا هو اكوز دي فخوتمون تيعاود المحرك تيعاود يتبع حتى لهنا تيعاود يتبع حتى لهنا تيعاود يتبع حتى لهنا بحال الشكل ديال هذاك الجينيراتور اللي كنا دخلنا حنا في الار ال سي. بيع شوفوا هاد الغراف هذا، يا شفتي هاد الغراف هذا ما تخليهش صافي ماشي شي جات معك هاد الفيديو هذا، هاد الغراف يعطيك اكس بدلالة التردد او لا بدلالة الدور، بحال بحال حيت التردد والدور غادي نتفع عارضة وحدة، يعني عندي ما عندي ليها واحد هنا على التي بي ولا كيحركوا لك اش تيحركوا التردد، هذا التردد ديال التردد ديال المحرك، انا التردد المحرك انا كنميتريزيه انا كنكونتروليه، هذا ديال الموتور اللي هو ليكسيتاتور، كان داك التردد اش طلع طلع ديك اكس تي هو لومبليتود غادي تيكبر 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 حتى توصل واحد لو ماكس ديالو، بالنسبة لي انا هادي هي اكس ماكس تاع لي كونسلات، هاد اكس ماكس عاود ينزل تينزل تينزل لومبليتود والفريكونس باقي تيكبر، يعني هاد البيك هذا هو اللي تيهمك انت بوغ لي مو، هاد البيك هذا من دير لا بروجيكسيون ديالك بتخرج واحد ان زيرو، شوف ديك ان زيرو واش غادي تكون واش 50 هرتز واش 40 هرتز 100 هرتز شنو تقول ليه؟ شتي هاد البيك هذا هاديك ان زيرو هي لي كتساوي عندك واحد، هاد تا زيرو لي كتساوي عندك واحد هنا دو بي غاسين، غاسين شكون؟ إلا كنتي كدير الدور ديال مثلا لا بيريود ديال الإلاستيك، شنو هي لا بيريود ديال الإلاستيك نتاع المرن؟ هي دو بي غاسين ام هكا، صافي أنا لقيتي هنا ان زيرو عندك هي عندك واحد هنا تا زيرو عندك هاد تيسير، يعني في العوض ما يعطيوك هذا أو ما عطوكش هذا، ما يعطيوك هذا الفيلم هذا وكيقوليك اش تيوقع في هاد لو بوان. هاد لي بوان لي كتقول لي بغيت نوقع عندي واحد الطائرة سميتها طائرة الرانيين،
شنو هي واحد الفينومين فينومين دو ريزونونس صافي هذه اللي بتعقل عليها فينومين دو ريزونونس ولكن ممكن يحصل دو بيك بحال هاد الشكل واحد البيك هكا تسمير ايغو بحال واحد البيك ضعيف شي شويه الا كان هاد البيك هذا اللي طلع هكا الماكس عارف بلي هذا كنسمي راني حاد تسمى واحد راني حاد ريزونونس ايغو هذا واحد ريزونونس هو ايغو بمعنى الاحتكاكات مالها ضعيفة هاد التمرين هذا خدامي مع الاحتكاكات ضعيفة هذا فخوطمون كيدير الفال معناتها حتى فال فخوطمون دغيا هذا الموطور متحركة واحد شاوة يطلع عليك من واس هذاك البوندول طلعو على الفوق جاو قلت له هنا هكا تبغي تحرك مع علاش تبقى الاحتكاكات استضعاف يعني فيرم ريزيستونس عندها فيرم فخوطمون اما اذا وقع هكا دونك علاش يلاه اكس ماكس شوف الوصلات صغيرة اكس ماكس بمعنى هذا نسميه واحد الراني ضبابي فلو الفرنسي بنسميه واحد واحد ريزونونس راني ضبابي واحد ريزونونس فلو ريزونونس فلو سيتادير علاش هذا الموتور هذا كيعاني هذا المحرك كيعاني يعني شنو الطاقة الاحتكاكات قوية بزاف تاع لي فروتمون يعني هذا السطح سميتو تنقولو خشن يعني كاين لي فروتمون بزاف يعني هنا كاينين فورت فروتمون فورت فروتمون يعني احتكاكات كثيرة احتكاكات قوية يعني دا الفرمون هنا اللي هو بزاف يعني راه كيما انت هذا البيك هذا البيك هذا اللي عندنا خرج من الدور دو لا فريكونس الاخر ولا الا خرجتي لا فريكونس خرجتي لا بيريود الضوء ولا خرجتي الضوء اللي هو الضوء الخاص هذا بالنسبة لي تيولي التردد ديال المحرك تيولي الضوء ولا التردد ديال المحرك اللي هو انزل نتاع المحرك نتاع الموديل المحرك تيولي كيساوي هو التردد ديال من ديال المواس اللي خدام به ديال البوندول اللي خدام به اللي كيساوي واحد على بترزارو اللي كيساوي واحد على جدي غاسين هو عمر ما شفنا هو البوندول اللي خدام به تما الا كنتي في المواس المرن الالاستيكي الامل هكا كنتي في هذاك الاخر اللي هو التورسيون السي اج دلتا كنتي في الاخر كنتي في الاخر كنتي في الاخر يعني راه ما عطاوكش هذا خرج من بترزارو من هذا البيك هذا من هذا الفوق هذا عطاوك هذا طالع الفوق ونازل تحت بزاف عفا احتكاك الضعف كيتسمى راني حاد واحد ريزونونس ايغو هنا عطاوك هذا طالع تاعنا واحد الشيء كنت مغام تيقول لك شنو سميت هذا يوافق اش يوافق واحد راني ضبابي واحد ريزونونس فلو يعني الاحتكاكات هنا قويين فوالا هذه هي اخر فقره كاين عندك في المواسات وقيلا كاينين دي كروب اللي نسيت ما قلتهاش اليوم المهم انا شرحتها لك انا راه ميم با واحد 5 مينوت دغيا تفهمها يعني بحال الا قلتي هذيك بنا نديرو ديك الصيانه التذبذبات في الار ال سي دونك هنا في النواسات كنديرو ظاهره الرنين ظاهره الرنين هي يعني التردد ديال المحرك تيولي تيوافق التردد ديال هذاك الرنان اللي هو النواس لا فريكونس ديال ليكسيتاتور ايت ايغال ا لا سيل ولا ا لا فريكونس ديال الريزوناتور اللي هو البوندول اللي خدام به والله يسخر لكم